المجلس، لانه هذا المجلس مفروض بيرعى كل مصالح الشعب، واللي عنده شكاوى واللي عايز يبص ايه اعمال المجلس، ابواب المجلس مفتوحه. ولينا تجربه هايله جدا عملها الاستاذ كمال، الاستاذ كمال عباس، انه دعا كل القوى المدنيه المهتمه بالشؤون الاجتماعيه والاقتصاديه لاجتماع موسع. ففوجئنا بان زعماء النقابات مثلا لاول مره بيتكلموا، بيقولوا احنا عمرنا ما كنا نعرف فين مجلس قومي لحقوق الانسان، اول مره يزوروه. فاحنا هذه التجربه تجربه مهمه، واحنا بنفتح ابوابنا للجميع. نحن نستميحكم ان نبدا بكلمه للسيد رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الاستاذ محمد فايق. تفضل. شكرا. شكرا الاخ جورج، ومساء الخير جميعا، والاخوات والاخوه الاعزاء، ارحب بكم جميعا في هذه الحلقه النقاشيه التي اقترحتها لجنه الحقوق المدنيه والسياسيه برئاسه الاخ العزيز جورج في المجلس عن القضاء العسكري والمدني. الحقيقه ان هذه المناقشات تاتي في ظروف دقيقه يمر بها الوطن كما تعلمون حضراتكم. هذه الظروف اختلطت فيها كثير من الامور بعد ان لجأ البعض الى العنف وظهور الارهاب واعلنت حاله الطوارئ. وفي ظل هذه الاوضاع تعمل لجنه الخمسين لصياغه الدستور، وننشغل بالبحث عن العداله، او ننشغل بقضيه العداله الانتقاليه، كما نبحث عن التشريعات التي تحقق المسار الديمقراطي. كل ذلك يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المجلس القومي لحقوق الإنسان، فعليه الاستيعاب لجميع القوى السياسية في العملية السياسية، أو علينا أن احنا نستوعب كل المفروض القوى السياسية في العملية السياسية التي نسعى إليها حتى نسير في طريق الديمقراطية، ديمقراطية المشاركة دون استبعاد احد. ولكن لا يمكن تحقيق هذه العمليه الا اذا توقف استخدام العنف ونبذ العدوان على مؤسسات الدوله ومرافقها وطرق المواصلات، الامر الذي جعل حياه الناس صعبه، بل في كثير من الاحيان مستحيل. وهذه صعوبه هذه المرحله في واقع الامر.